كمجلس مقاطعة الأبيض نحن بدورنا ندين هذا الافتعال الوحشي من قبل الدولة التركية ومرتزقته على قوت الشعب الزراعي، مصدر قوت الشعب الوحيد في تلك المنطقة. اعتمادنا الأول والأخير على الزراعة. طبعا الاحتلال التركي ومرتزقته يحاولون بشتى الوسائل بخلق نوع وزرع الفتنة عن طريق استهداف المناطق التابعة أو مناطق روج أفا التابع لمقاطعة الأبيض جريسبي، مثل المناطق اللي استهدفوها هوشان وخالدية الصيدة والمعلق، وقاموا بقصف تلك المناطق بهدف إحراق المحاصيل الزراعية التابعة للشعب والمواطنين في تلك المناطق. وطبعا ما رأيناه منذ أيام من الحرائق التي حصلت في تلك المناطق، وخاصة في منطقة صيدة ومعلق، والبارحة في مناطق هوشان والخالدية، وكون المنطقة هي خط جبهة ويقومون باستهداف فريق الإطفاء، فنحن خوفا على سلامة فريقنا في الإطفاء لا نقوم ببعثهم بشكل أو إرسالهم بشكل مباشر إلى تلك المنطقة للحفاظ على سلامة عاملين في البلدية والفريق الإطفاء. نطالب من المجتمع الدولي بالتدخل الفوري، كون المنطقة هي منطقة زراعية وقوت الشعب الوحيد من هذا المنطقة هي الزراعة. فنطالب من الدول وكافة الدول باسم مجلس مقاطعة الأبيض محاسبة الدولة التركية ومرتزقتها على ما يفعلونه اليوم بقوت الشعب وأرزاق الشعب واقتصاد الشعب. فانهيار الاقتصاد هي انهيار المنطقة وانهيار المواطن بشكل عام.